لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عدن العميد هاني العصيمي، قائد عسكري بالمقاومة الوطنية في محافظة عدن. يعني عندما نتحدث عن هذه الغارات لتحالف العربي في مواقع معينة لصنعاء، هل هذا معنى بدء عملية نوعية أكثر شمولية؟ نعم، إن هناك استهداف لهذه المواقع الحوثية، وتركزت على كل المواقع. تركزت على معسكر اللواء 63 حرس في الصمع والفريجة وبمديرية أرحب شمالا، ودائرة الأشغال العسكرية في جبل النقم شرقي صنعاء، وذلك على جبل عطان غربا. وهذه المواقع التي كانت تستخدم بها الميليشيات والمخازن والسلاح تم تدميره كاملا وشاملا من قبل التحالف العربي. طيب، فيما يتعلق ب يعني ما قامت به ميليشيا الحوثي من ترتيب مواقع لطائرات بدون طيار التجسسية، وكذلك من تقوم بعمليات نوعية، إلى أي مدى برأيك ضرب هذه المخازن وهذه المصانع للطائرات بدون طيار سيصيب ميليشيا الحوثي في مقتل، وإنجاز التعبير يقطع يدها التي تمتد؟ نعم، شل هذه الضربات شلت حركة الحوثي جزئيا أو نصفيا على ما أظن، لأنها إيران دعمت هذه الطائرات المسيرة والطائرات التي تحاول استهداف الأخوة والأشقاء في المملكة العربية السعودية. ليس الحوثي وإنما هي إيران، رسالة كانت واضحة من إيران. فالحوثي هي أداة فقط، فإيران هي من تدعم وهي من تعطي السلاح النوعي هذه للحوثي. ولكن هذه الضربات أخمدت وشلت حركة الحوثي، أصابتهم بالجنون على ما أظن عندما هذه الضربة موجعة لهم. وهذه يعني ضربة بمعنى الأصح شلت حركة الحوثي كاملا. شكرا جزيلا لك.